يدا صغيرة مفتوحا وينتظم الدوام المدرسي. نكملها ايضا من بعد في مسيرة العودة على الرغم من القوة المميتة التي تستخدمها أنا البطش الإسرائيلية يخنق أهلها ويستولي على يقول دائما من أراضي لن نستسلم جلود وسنبقى نقاتل من أجل الحرية حتى مساء الخير، بنرحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج مراسلو نجاح. في الحلقة السابقة كنا على اطلاع لمجموعة من التقارير والأفكار المختلفة من محافظات الوطن. تحدثنا عن حلوى الحلقوم من غزة ومدينة الأمل الرياضية في محافظة أريحة، وعايشنا عن قرب تفاصيل اهتمام المواطن رائد أبو غربية بعالم الخيول وعلاجه وتربيته للخيل اللي يعتبر أمر نادر وغير موجود في فلسطين وغيرها من المواضيع. في حلقتنا لليوم رح يكون معنا أيضا مجموعة من التقارير أعدوها مراسلونا في الميدان لنتابعها معكم هالحلقة. بدايتنا رح تكون مختلفة هاي المرة في سياق حديثنا عن الحلويات وبالتحديد حلوى الحلقوم اللي يعتبر من الحلويات القديمة والمشهورة في قطاع غزة. أيضا الرقاب المحشية بمدينة الخليل إلها قصة ومشهد مختلف. إيش السر من حب زوار الخليل للرقاب المحشية؟ وليش الرقاب المحشية إلها طعم مميز في هاي المدينة؟ زميلنا علي الجعبة زار أحد أشهر المطاعم في الخليل واللي بيقدم هذا الطبق لزباينه سواء من الخليل أو خارجها. رح نتعرف معه على طريقة طهيها في هذا التقرير. هون وعلى مدخل مدينة الخليل، وإذا كنت أحد زوار هاي المدينة وسمعت عن أكلاتها أكيد سمعت عن أكلة الرقاب المحشية. يا ترى شو سبب وشو سر لذة هاي الأكلة في مدينة الخليل؟ تعالوا إحنا وياكم نتعرف على هذا السر. السر رح نكشفه من خلال جولتنا اليوم في أحد مطاعم مدينة الخليل المشهورة في عمل الرقاب المحشية مع الشيف لؤي القيمري. خلينا نتعرف على سر الرقاب المحشية مع صديقنا لؤي. لؤي بداية يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا، شرفتونا. يسعدك ويخليك. الله يخليك. شو السر وراء الرقاب المحشية؟ ويعني هي بالتحديد في مدينة الخليل مشهورة بالزيادة، في وراها سر أكيد حابين نعرفه من خلالك. أكيد والله، لأنه الخليل مشهورة بالأكلات الدسمة والشغلات من هالنوع، يعني الرقاب المحشية الزرب الإشي، بس الرقاب إلها تركيز، إلها طابع خصوصي محافظين عليها بالخليل. هون بتعرف يعني محافظين على الأكل الشرقي، يعني خلينا نسميه نوعا ما بطابع الأكل الشرقي، يعني هاي أكلة دسمة كتير وزاكية وكبيرة ووافية، وبيجيها زوارها من برا الخليل بيقطعوا مسافات طويلة وإشي كتير مرتبة. هاي الأكلة إلها طعم محدد. أكيد أكيد، عنا هون يعني وهون في الخليل يعني وعنا تحديدا إلها طعم، إلها رونق، إلها جو، إلها شغلات كتير. طب أنا حابب أعرف السر من خلال مطابخكم ومن خلال الطريقة من داخل المطعم، شو رأيك؟ اهلا وسهلا. خلينا اكيد خلينا انا وياك نروح لنتعرف اكثر. الرقبه زي ما حكينا الرقبه اللي المشهوره بالخليل واللي بيجوها مشاوير وبيجوها ولها عشاق، الرقبه المحشيه هاي رقبة خروف. طبعا رقبة خروف بلدي، احنا بنشغل باللحمة البلدية، لحمة الخروف البلدي، وزن تقريبا كيلو او اقل شوية ممكن تكون الرقبة. طبعا الرقبة بتجينا من الملحمة، يعني ملاحم تكون لحمة نظيفة ومفحوصة، يعني زي ما بقولوها بلغتنا الف الف، يعني اللحمة بتنتقع 100% بتنغسل وتكون منقوعة بمي وملح، وبعدها تجي للحشي. طبعا لها حشوة خصوصي عنا مع بهار مع إشي طعم مميز، وبعدها بنحطها بفرن الحطب. هون بتقعد بفرن الحطب تقريبا 4 ساعات 4 ساعات ونص تقريبا رقبة الخروف بفرن الحطب.
هلا بالنسبه للرقبه، احنا رح نعمل رقبه قدامكم هيك ونحطها بالفرن ونكمل على الرقبه المحشيه، ان شاء الله بتنال اعجاب. السر اللي فيها انه اول شيء التنظيف، بننظفها بنقعها بمي وملح وبننشفها بالسفنجه، بعدين بنحشيها بنحط لها بهارات بنحطها بفرن الحطب تقعد 4 ساعات، عشان هيك الحطب سبحان الله بيعطيها نكهه زاكيه، والنفس بيلعب دور يعني والخبره. مرة باجي على هالمكان وزمان ما جيت على الخليل، بس سمعت عن الرقاب المحشية هون انها يعني جدا زاكية، ففعلا هي رائعة للأمانة. فأول مرة باجي على المطعم، بس كتير نظيف ومرتب وحلو وأكله كتير زاكي. وبهيك تعرفنا احنا وياكم على سر حب الناس لأكلة الرقاب المحشية، ومنقول صحة وألف عافية على قلب كل حدا أكل هاي الأكلة اللذيذة والمميزة. لفضائية النجاح، علي الجعبة، الخليل. نشكر زميلنا علي الجعبة على هذا التقرير، ونتمنى من كل الزائرين لمدينة الخليل يجربوا هالطبق المشهور واللي بيميز أهل الخليل الكريمين دوماً. من طريقة طهي الرقاب المحشية رح ننتقل لمدينة غزة لنحكي عن صناعة الخيزران، رح نتعرف على تفاصيل هالحرفة الأثرية اللي دوماً بتهددها الاندثار كباقي الحرف والصناعات القديمة، وهذا بالتأكيد يندرج في إطار المضايقات اللي بيتعرضوا لها أهالي القطاع وإغلاق الاحتلال لأكثر من 90% من المنشآت الاقتصادية في غزة. رح نتعرف في هذا التقرير مع زميلتنا تغريد العمور على هالمهنة وعلى الهواجس المتكررة من اندثارها. خلينا نشوف التفاصيل في هذا التقرير. بين هذه النار والخيزران قصة حرفة هي رمز للتراث والهوية الفلسطينية، فهذا اللهيب الذي يطوع الخيزران يوثق طابعا خاصا وأصيلا لمهارة وخبرة من الإتقان اليدوي. فداخل هذه الورشة يمر نبات الخيزران بمراحل عدة وصولا للهيكل المطلوب الذي يتحول بلمسات 3 أجيال من عائلة خلف لأثاث وديكور غاية في الجمال والإبداع. الصناعة دي تورثتها طبعا من الآباء، والآباء تورثوها من الأجداد. طريقة العمل طبعا من يوم ما بدأت هذه الصنعة لحتى اليوم هي نفس الطريقة اللي بدأوا فيها الأجداد، احنا ما زلنا نتورثها ونتعامل فيها بنفس الطريقة. اللي اختلف طبعا احنا الأساسات الخيزران هي المواد الخامية نفسها، اللي احنا بنسميها العدة او الشغلات اللي بنتم فيها صناعة الخيزران كما بدأت حتى هذا اليوم هي نفس العدد وهي نفس الشغلات. اللي بتتغير هي نفس بس شغلة اللي هي الموديلات والشغلة التطورات اللي بتصير في هذه الصنعة. حب اقتناء منتجات الخيزران ما زال محببا للكل الفلسطيني، فما مضى من الزمن لم تغب عن الناظر قطع الأثاث المصنوعة منه والتي زينت أرجاء وزوايا المنازل كافة. ولمحاكاة التطور وكل ما هو جديد في عالم الأثاث، أضيف الخيزران بدقة وحرفية ومهارة وإتقان بما يتواءم ورغبات مقتنيه ومتطلبات هذا العصر. كان في السابق كل بيت عشان يبرز أنه فعلا فلسطيني كان يحب يحط في بيته اللي هو الخيزران، لدرجة أنه في يعني الفترات كانوا الأقارب والجيران والشغلات هيك يحاولوا أنهم يشحطوا من بعض الكنبايه تاعت الخيزران عشان يصمدوا عليه العرسان. جلسات العائله تاعتهم بالغالب كانوا يعملوها كلها من كراسي الخيزران، يعني كل بيت لازم حتى لما بده ياسس بيته
زي اليوم بحاول اني اعمل غرفه معيشه وغرفه مش عارف ايش وشغلات مثل هاي. اليوم بكون كان زمان في عندهم الشيء الاساسي هو في بيتهم اللي هو طعم الخزران. حرفه صناعه الخيزران ما زالت محتفظه بقيمتها كحرفه تقليديه لها تاريخها في فلسطين، لتخبر الاجيال القادمه عن اصاله وجمال ما زال بين زوايا الاثاث المنزلي والمكتبي. لفضية النجاح، تغريد العمور، قطاع غزه. نشكر زميلتنا تغريد العمور على هذا التقرير، ونتمنى دائماً هالحرص لدى القليل لعدم اندثار مهن الماضي ينتقل لفئة وشريحة أكبر في المجتمع، لتبقى هالمهن من الشواهد الحية على حضارتنا وعلى تراثنا القديم. من صناعة الخيزران في غزة رح ننتقل لمدينة نابلس مع زميلتنا لميس أبو صالح لنتعرف على إقبال الناس على الطب البديل في الآونة الأخيرة، ومنها الحجامة اللي بتعالج كثير أمراض ومنها التهابات المفاصل والروماتيزم. رح نتعرف على هالتفاصيل والطريقة مع الدكتور ناصر أبو خضر في هذا التقرير. طريقة علاجية قديمة يتم من خلالها استخدام الكاسات الزجاجية التي تمتص الدم الفاسد، إنها الحجامة، أحد أنواع الطب البديل، تعالج مجموعة كبيرة من الأمراض مثل آلام العضلات والتهاب المفاصل والأرق. السبب الرئيسي في عودة الناس أو بعض الدول خاصة اللي هي في أوروبا استخدموها لفترة معينة لأنها عالجت الكثير من الأمراض وكانت في إلها تأثيرات إيجابية وطريقة ناجحة في التخلص من الآلام واللي هي من الأمراض اللي هي الإنسان بيعاني منها في مختلف أشكاله أو أنواعه. بالنسبة للحجامة إذا أحسن استخدامها بطريقة علمية ليس لها أي آثار سلبية. للحجامة 98 موضعاً، 55 منها على الظهر و43 على الوجه والبطن، ولكل مرض موضع معين لها في الجسم لتأثيرها بشكل مباشر على خطوط الطاقة. أصبح في المجتمعات العربية والمجتمع الفلسطيني خاص إنه الناس تمارس الحجامة بكل أسف ما أدنى الأساسيات العلمية لا يمتلكوها، فمفروض يتم تنظيم هذه المهنة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية حتى إنه ما يتحصل أي مشاكل، لأن الحجامة كديش لها فوائد كديش هي خطرة إذا أساء استخدامها، لأنها ممكن تكون سبب رئيسي لانتشار الأمراض السارية وممكن تكون مدمرة للشخص. على الرغم من إيجابياتها الجمة والمتفق عليها، إلا أنه يمنع استخدامها لحالات معينة كالمصابين بالفشل الكلوي أو الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة. نشكر زميلتنا لميس أبو صالح على هذا التقرير. ننتقل لمحافظة بيت لحم مع مراسلنا عبد الرحمن حسان لنتعرف على قصة ملهمة لمها أبو غربية. مها فتاة فلسطينية إلا إنها بتحمل ملامح أمها اليابانية، ومها هي لاعبة الجيجيستو وتمكنت من الوصول لمراحل متقدمة مكنتها من إنها تكون أولى الفلسطينيات اللي بيشاركوا بهالرياضة، وحصدت على العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولات عربية وعالمية. رح نشوف التفاصيل مع زميلنا عبد الرحمن حسان من بيت لحم. للوهلة الأولى ستعتقد أن الفائزة في هذه المباراة هي لاعبة يابانية، لكن عند اقترابنا منها تبين أنها فلسطينية الأب يابانية الأم. مها أبو غربية ولدت في اليابان وعاشت هناك، لكن والدها الفلسطيني أحب لها أن تعود إلى الوطن لتمثل فلسطين في رياضة الجيجيتسو. هذا اسم الرياضة جوجيتسو برازيلي، برازيليان جوجيتسو اسمها، هو الأصل كان في اليابان أثرت في البرازيلي وإحنا في العالم نسميها برازيليان جوجيتسو. هذا أنواع من فن قتالي، هو المصارعة الأرضي، مصارعة الأرضي وبدون حركات الضرب والاحتساب. ففي أقل من عامين
تمكنت مها من الحصول على العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بعد مشاركتها في مسابقات عربية ودولية، حيث استطاعت أن تمثل فلسطين في هذه الرياضة. أنا جبت 4 ذهبية، 3 من طوكيو، 1 من أردن، وجبت 7 فضية في أبوظبي وفي كوريا وفي اليابان برضو، وفي عندي كمان 1 برونز جبتها من طوكيو برضو. إنجازات فلسطينية في هذا المجال تستدعي رعاية واهتمام في ظل إقبال ملحوظ من الشباب الفلسطيني على هذه الرياضة، رياضة وإن كانت جديدة إلا أن البداية كللت بالذهب، فمها وغيرها الآن هم يمثلون فلسطين. بحب فلسطين وأنا بحب اليابان، كنت أعيش في اليابان وهلا بعيش في فلسطين، عندي الدم فلسطيني وياباني فأنا بحب تنتين. رقم جديد يضاف إلى الرياضة الفلسطينية، فمها صاحبة الكوفية والملامح اليابانية تمضي اليوم نحو تحصيل ما حلمت به لترفع علم فلسطين في المحافل الدولية. لفضائية النجاح، عبد الرحمن حسان، بيت لحم. نشكر زميلنا عبد الرحمن على هذا التقرير، ونتمنى التوفيق والإبداع لكل المواهب الفلسطينية بالتأكيد. والآن رح ننتقل من هذا التقرير ونختم حلقتنا من مدينة الخليل لنحكي أكثر عن الجداريات الموجودة بكل شوارعها، وبالتحديد في مدينة دورة، جداريات للشعراء الفلسطينيين ومنهم الراحل محمود درويش، وكذلك للشهيد ماجد أبو شرار وغيرهم من الأدباء والشعراء والمناضلين واللي تركوا فينا أثر لا ينسى. ولأنه أثرهم مش ممكن ينتسى، اختارها الفنانين التشكيليين في مدينة الخليل هالوسيلة لرسمهم وتخليد مقولاتهم على أجمل الجداريات. رح نتعرف على التفاصيل في هالتقرير لزميلتنا نغم جد الله من مدينة الخليل. جداريات تملأ الأمكنة تعبر عن رموز وطنية وأدبية كان لها النصيب الأكبر على جدران مدينة دورة في مدينة الخليل، بإبداع من الفنان التشكيلي يوسف كتلو، لتبقى تلك الجداريات ضمن الشواهد البارزة على إرث وحضارة المدينة. فكرة الجداريات الفلسطينية والوطنية أتت من بداية تفكير في داخل دورة وثقافة دورة، الاهتمام بالإرث الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني من الشهداء والمناضلين وعمالقة الشعب الفلسطيني وعظام الشعب الفلسطيني. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كانت البداية مع جدارية الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، وأخرى عن الشهيد والمفكر ماجد أبو شرار، لتحوي الجدارية اسم ورواية الخبز المر إلى جانب مفتاح العودة. المضبوط، الأعمال الفنية والجدارية هي من ضمن صراع كامل منخوض ضد الاحتلال والمحتل، فمن هون معظم الجداريات إما بتخلد تراث وحضارة المدن والقرى الفلسطينية الكنعانية، أو بتخلد ناس مقاومين إما أدباء وإما كتاب وإما شعراء. فمن هون جاءت فكرة نشر الجداريات في المدن والقرى الفلسطينية ومنها مدينتي اللي هي دورة، تخليد لهذول الأشخاص اللي ساهموا في الحركة الوطنية الفلسطينية. لم تنسى دورة ابنها مناضل الثورة باجس أبو عطوان ليبرز اسمه على إحدى اللوحات، كما شكلت جدارية الأديب غسان كنفاني واحدة من اللوحات البارزة في المدينة، وبارتفاع 24 متراً شكلت سارية الحلم الفلسطيني آخر الجداريات برموز كنعانية لرسم الذاكرة الفكرية والبصرية للشعب الفلسطيني. ولم تكن كل هذه الجداريات مجرد رسومات عبثية، إنما حملت رسالة ثقافة وفن ورموزا وطنية خالدة.
لفضائية النجاح نغم جاد الله الخليل. نشكر زميلتنا نغم جاد الله على هذا التقرير، ونتمنى بالتأكيد نخلق كل الوسائل الممكنة لإبقاء كل هؤلاء المبدعين في الذاكرة وفي الوجود. وبهيك مشاهدينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامج مراسلو النجاح. موعدنا بتجدد يوم الخميس القادم، تقارير مختلفة من محافظات الوطن. الشكر الأكبر لجميع المراسلين اللي أعدوا لنا هذه التقارير، والشكر موصول إلكم على طيب المتابعة. كونوا بالقرب دوما، وإلى اللقاء.